إعلان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم عن برمجة 30 رحلة خلال الفترة ما بين 21 والسابع والعشرين من يونيو الجاري، وذلك لإرجاع 4644 مغربيا عالقا ب17 دولة. حنا كنستغلوا غير لي دو تيير ديال الطائرات، الثلثين فقط. اليوم غادي نستغلوا 100% من الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتنسيق مع الخطوط الملكية ومع وزارة الصحة، وهذا غيخلينا نرفعوا ب 50% من نسبة العائدين. ثانيا غادي نديروا من الحد اللي فات، الحد البارح، الحد الماجي من لو 21، من 21 ل 27 غنديروا 30 رحلة، اللي هو تقريبا نفس العدد اللي درناه في هذا الشهر ونص اللي فات. ثالثا ستشمل عملية ترحيل المغاربة العالقين بالعديد من الدول في هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى الدول اللي يوجد بها أعداد مهمة من العالقين اللي هي مثلا فرنسا في هذه الحالة هذه، فإننا غنقوم كذلك بإرجاع العديد من المواطنين في دول مجاورة. ففي هذا الأسبوع من 21 حتى 27 غادي نرجعوا المواطنين من 17 دولة، هي تركيا، صربيا، هنغاريا، النمسا، موريتانيا، تونس، الإمارات، فرنسا، البرتغال، سويسرا، بولونيا، هولندا، السنغال، بلجيكا، إيطاليا والمملكة المتحدة. هادو غيكونوا في هذا الأسبوع من 21 حتى 27، وبذلك سنرفع عدد المستفيدين ما بين 21 و 27 يوليو إلى 4644 بالمقارنة مع 3151 اللي درنا لحد الساعة من 15 مايو، أي بزيادة تفوق 73%. وهكذا مع نهاية الأسبوع المقبل غنكون رجعنا 7800 مواطن مغربي عالق. الأسبوع اللي من بعد هذا، يعني من انطلاقا من يوم 28، ستستمر العملية في دول أخرى، ألمانيا، مصر، دول الخليج، تركيا غيكون مازالين فيها، ودول أخرى. وتجدر الإشارة أنه في الدول اللي هي بعيدة، اللي في آسيا وفي أمريكا اللاتينية، أو الدول اللي فيها عدد قليل من المواطنين العالقين، كنفكروا أولا في وضع واحد المنصة إقليمية، واحد الهب اللي غنجمعوهم فيه، وبدينا يمكن تكون إسطنبول ولا يمكن تكون الدوحة ولا باريس، غنجيبوهم لتما ومن تما عاد تكون رحلات باش ندخلوهم للمغرب. كما غنستعملوا الطائرات اللي جايه باش تاخذ مواطنين دول اجنبيه عالقه في المغرب باش انها تجيب لنا المغاربه. هذا غنديروه مع كندا وغنديروه مع الولايات المتحده مثلا.